واحة فينت أشهر المزارات السياحية بورزازات، رغم ذلك فبنيتها التحتية ضعيفة، وسكان الدواوير هنا يعانون بالخصوص من ضعف الطريق وانعدام قنطرة على وادي فينت. تلاميذ المدارس يعانون كل شتاء من ارتفاع منسوب مياه الواد، فيضطرون للانقطاع لعدة أسابيع. للسبب عينه نفتقر للمؤونة المعيشية أثناء العزلة. القنطرة ما عندناش. المرأة إذا بغات تكون تلبس شي حاجة كتعني أما تموت أما ما عندها فين غادي نهضروا، وخا كاع هضرنا ما كانش القنطرة فين غادي ندوزوا ولا كاش حاجة والو. واحة فينت تعرف إقبالا سياحيا مهما على مدار العام، سواء من طرف السياح الأجانب أو المغاربة، رغم قلة وضعف البنيات السياحية وغيرها من الخدمات التي من شأنها تعزيز المجال. 18 يوم ديت تسكن السياحة لأيام يضطر السياح للبقاء هنا أثناء ارتفاع مياه واد فينت، رغم ارتباطاتهم بمواعيد الطيران وغيرها، كما يطرحون علينا دوما سبب عدم وجود تغطية هاتفية. انك ما نزرزو مقاطع طرقية اللي في الحقيقة قمنا بالدراسة ديالها كلها هي وتنعرفوا التكلفة ديالها بما فيها القنطرة على واد فينت اللي غادي تدوز ان شاء الله تولي ممر، اللي حنا ان شاء الله تنقلبوا ما الان على الموارد باش يمكن نفكوا العزلة على هذه المناطق. المشكل ديال فينت فهو حاضر بقوة، لماذا؟ لان تنتمنوا انه يكون عندنا مركز ديال العلاج فينت ويكون كذلك هناك فعلا، فهو الناس ديال الصحة فهم تيقوم بلازم الله يجزيهم، ولكن بناء ان في هذه الدوائر كلها هي البعيدة ان يكون هناك مراكز ديال العلاج. السياحة الآن بورزازات تتطلع نحو إقلاع اقتصادي أهم، ومن شأن تعزيز البنيات التحتية تحقيق طفرة كبيرة، خاصة بوجود مؤهلات طبيعية زاخرة بالتنوع.